تلو مع مستمعة وفية جدا برنامج اللامولاتي واللي غبرات علينا وأكيد على النور جهات التواصل المباشر معنا نعيمة مبسكورة. ألو نعيمة صباح الخير. ألو أختي صباح الخير كيدي راه صحيحة أختي؟ الحمد لله بارك الله فيك. توحشناك بزاف نعيمة ونتمنى تكوني على خير أنت وكل العائلة ديالك. كاملين أختي والله عارفين اللي كاين بارك الله فيك. لا لا أختك علينا شكرا لك بزاف نعيمة. الحمد لله الله يبارك فيك. ورا عرفتي المستمعات راه كل شيء كيسول عليك وتقول لك نعيمه غبرات علينا وانت راك عارفه اليوم خير. والله الا نشكرهم كاملين عاطفه ام نعمه وعائشه السعيدي وشرافه يلاه نفهم طنطان اللي كيسولوا عليا الله يجازيهم بخير. بارك الله فيك نعيمه تستاهلي كل الخير. نعيمه شنو اقتراحاتك اليوم شنو تعطينا؟ غنعطيكم الكوفيتير ديال الفريز اييه وسلطة الزردة على سك الوردة ايه واخا وعصير ديال القرعة هو كيجي زوين ايه كنديرو في الحفلات نيت كيجي زوين واحد الحليوة ديال بقالو وقتو ان شاء الله واحد الطيلة ديال السرديلي لا واخا غادي نحاولو ان شاء الله باش نعطيو هاد الاقتراحات للمستمعات. نبداو على بركة الله ناخدو الكونفيتور ديال الفخيز ياك ايه ان شاء الله ايه انت عندنا كيلو ديال الفريز ايه واحد المعطيشات مقشرين ومحيدين بالزريعة ايه واحد البنانة صغيرة تكون طيبة مخا وسكيلو سنيدة ايه واحد كاس ديال الماء واللي غادي ناخدو داك الفريز حيت كيكون داك الكبير كيكون وتحيدي لي ديك النبات الخضراء كتقسمي كتلقاي فيه واحد الخاويه ديما واحد يقسمو على جوج يقلب ولا تكون تختفي شي حجره ولا شي حاجه اييه فعلا اييه تيكون بحال بعد النبات تيكون بحال مصوف من الداخل فعلا كتكون واحد الطيبه كتكون في واحد الطيبه بحال واحد يقسمو على جوج اييه فعلا ملاحظه مهمه. هذا بالنسبه للكونفيتور ديال الفريز قلتي لنا غادي نحتاجو كيلو ديال الفريز وجوج مطيشات مقشرين ومحيده لهم الزريعه وبنانه وحده طيبه ونص كيلو ديال السنيده وكاس ديال الماء وكاس ديال الماء واخ. المهم كنديرو في الطنجره على عافيه مهيله هذا القوام كله في الطنجره على عافيه مهيله في الطنجره وكنخليوه يطيب حتى كنحسو به داك الخليط تاع اللب كنزيدو داك معلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده واخا وصافي وكنصاوبو عليه اييه راه كيجي كوفيتير زوين طريقته سهله اييه. عندنا البسطيله ديال السردين بسطيله بالسردين واخا هي كتجي زوينه من عادي ولكن زوينه اييه بسيطه ولكن عندها اللذه ديالها واخا تفضلي. المهم كناخدو بحال مثلا جوج كيلو ديال السردين كنقيوهم نحيدو لهم الشوك اييه وكنحيدو لهم داك التلسل والقشره وكنطحنوهم كفته كناخدو ضريه تاع الثومه اييه وشويه الكمون شويه الحميره وشويه البزار ومليحه وكنتحروها في المقله مع شويه الزيت كنتحروها هكا عشوائيه حتى تحل اييه كنخليوها على جنب حتى كطيب ملي كطيب كنخليوها على جنب. كناخدو الشعريه الصينيه اييه كناخدوها ديك الباكيه الصغيره كنغطوها في المطايب وكنصفيوها اييه وكنديروا ليها نتحراتي في المقله مع شويه ناخذوا من ديك جوج معالق من ديك الخليط ديال السردين من ديك وشويه الهريسه الحاره الا كان وناخذوا شي معلقه تاع الزيت الخضر مقطر اييه ونزيدوا واحد شويه الطماط مشكوك واخا. هذا بالنسبه للفيرميسيل ديك الشعريه الصينيه نضيفوا ليها جوج معالق من داك السردين مشرمل وداك الزيتون خضر مقطع طريفات صغار وشويه ديال الفرماج وقلتي لنا شي حاجه اخرى ياك وشويه الهريسه وشويه الهريسه اييه اييه صافي وناخذوا الورقه نديروا المول الورقه كندهنوا غير بالزيت باش كتجي مقرمشه شويه الزيت كندهنوها كنديروا الشعريه الاولى اييه الطبقه ديال الشعريه هكا في هذيك الشرموله وعاد كنديروا السردين اييه السردين وكنمشيو شويه الفرماج اييه وكنطويو الورقه على سك راه الطيله عارفين كيفاش كيطيبوها اييه اييه نمطوها مزيان اييه واخا وكندخلوها للفران طيب يعطيك الصحه ملي كطيب
صافي قلت لها طيب عاد دير ديك الورقه صافي ونخرجوها. ملي قربت تخرج كندبروا عليها داك الفرماج محكوك وكناخذ واحد الدوائر ديال الحامض الحامض كنديروا فوق منه واحد المعلقه تاع الهريسه حمراء ومعلقه ديال الهريسه خضراء وواحد الزيتونه كحله من الفوق نتوقعوا بها. الله يعطيك الصحه. هو صراحة في الطبخ يعني أي حاجة خصنا نزعموا عليها ونجربوها ونشوفوا واش غتصدق واش غتجينا بالجديدة ولا لا. يعني ما نتفاجئوش نشوفوا مثلا هكا البسطيلة أي اللي بعدو ما كيجيو شي اقتراحات كتقولي لا هذه ولفناها راه غير حنا اللي ولفنا ناكلوها بهذه الطريقة. صحيح ما هي صراحة ملي كنغيروا هكا ولكن الواحد يجرب. هذاك الشيء اللي كاين. واخا. أنا عندكم عاصر ديال القرعة. إيه القرعة الخضراء. القرعة الخضراء. إيه. هذاك درتو بواحد الحفله شربوه الناس غير هو زوين راه تبارك الله لدف لي الدين ربي يخليك تفضلي عندنا واحد ربعة القرعة خضراء مطلوقة ونخليوها حتى تبرد تشرب داك الماء ديال انيس ربعة ديال القرعة خضراء مسلوقة اييه تشرب الماء ديالها واخا ناخذ واحد يطرة الحليب كون بارد وزوج فرماجات مربعين جوج فرماجات مربعين واخا وشي واحد الشاسيه ديال روح الزهر كتكون غبره ناخذ من راس المعيلقه ما نقويش من راس المعيلقه والا ما كانت نديرو معيلقه المزهر واخا وناخذ جوج بنانات وجوج تفاحات اييه كنطحنوهم صافي ونقدمو كيتخلط كلشي ويطحن مزيان وهذا عصير الله يعطيك الصحة. غادي نعاود بالنسبة للمستمعات اللي كيسجلوا معنا قلنا بالنسبة للعصير ديال القرعة الخضراء رابعة ديال القرعة الخضراء مسلوخة ونخليوها حتى كتشرب الماء ديالها مزيان وغادي نحتاجوا كذلك إترو ديال الحليب بارد وجوج ديال الفرماجات مربعين وصاشي واحد ديال داك الفاني بالروح ديال الزهر غادي ناخذوا منه راس معلقة أولا نعوضوه بالروح ديال الزهر أولا المزهر وجوج بنانات وجوج تفاحات وكنطحنوا كلشي وكنحصلوا على عصير ديال القرعه الخضراء. كيجي بحال بيرا بحال لافوكا اي بحال لافوكا واخا. ندوزو لسلطه ديال الزبده. قلت انا شكل ورده واخا اي تفضلي. عندنا اختي زلافه ديال الروز مسلوق. زلافه ديال الروز مسلوق اي. وجوج معالق ديال داك الكاشير محكوك. جوج معالق ديال الكاشير محكوك اي. المهم واحد على حسب انا عاكل دابا انت غتعطينا اي وحنا عندنا ميزان على حسب هذا اللي كاين وشويه الزبده معلبه مايس وجوج معالق ديال المايونيز اييه المهم كنخلطوها كناخذوا طبسيل يكون مسطح وكبير شويه كناخذوا ديك نديروها واحد الزلافه ونديروها وسط هذيك الراوس كنديروها في الوسط ديال الطبسيل كنقلبوها هذيك البلاطو كتعطينا اييه كتجينا بحال في الوسط يعني في الوسط ديال داك التبصيل ديال التقديم اييه كناخذوا عندي الباربا خيز بطاطا هذاك الخيار كلشي هادشي ناخذوا منه رويبعه رويبعه اييه المهم الباربا وداك الشيء كنديروه في البلاستيكه ونثقبوا ديك البلاستيكه كيفاش الباربا؟ الباربا وخيز والبطاطا كلشي تنقطعو مربعات اها ونديروه في ديك البلاستيكه ونتقوا ديك البلاستيك ونديروا في الكسكاس ديال الكوكوط هكذاك اييه يتفوروا واخا ملي يتبخروا ويبردوا كناخذوا جوج معالق ولا معالقه من داك المايونيز المهم ما نكثرش بزاف باش يبقى عاطي المنظر اييه الا جا ما تقيل نخففوا بشويه بالحليب شي معالقه ولا جوج الحليب وكناخذوا بحال مثلا داك البربه كناخذوها ملي نديروا لها المايونيز كندوروا على شكل على شكل دائره معلزنا بداك الروز اييه البطاطا حتى هي نفس المشكل حتى هي نبقاو ندوروها على حساب دائره على ديك الباربه اييه ولا يكونوا ما يكونش خلاط بزاف يكونوا رقاقين شويه اييه باش يجينا هكا دوائر هذيك القبه ديال الروز الوسط ودايره بها قلتي لنا مثلا الخيزو داير بها الباربه وحنا غاديين دايرين دوائر أيه. دوائر وديك أيه. الدائره غادي كتكبر فعلا المهم كنجيو حتى الاخر ملي عمر الطبسيط يبقى فيه واحد شويه خاوي كنوقفوا داك الخص كنكونوا غاسلينه اييه ودهنينه بشويه الزيت وشويه مليحه وشويه البزار وكنوقفوه كنوقفوه وكنهزوا كاع شويه من داك الخليط كل خصه نديروا ليها في الجنب ديال هذاك شويه من داك الخليط وكنوقفوها اييه وكندوروها دائره تيجي بداك الطبسيل واخا وكناخذوا هذا الفرماج محكوك كنحكوا الفرماج فوق من عشوائيا فوق من ديك اللي كيعطي المنظر باش يعطي المنظر كنحكوه بحال هكا فوق منها وكناخذوا ديك ونذوقوا بالبيض
وين البيض نقطعو دوائر ونديرو فوق منو الزيتونة نديرو في الجناب داك الخص. ايه واخا وقدام داك الخص. المهم كناخدو كاسيا تاو دوائر كنزوقو بيه في داك الجناب داك في الجناب الباربة والروس. ايه الله يعطيك الصحة. العين اللي كتاكل حتى هي خاصنا نعطيو حقها من المنظر. كاسيا كنديرو على شكل وردة فوق من ديك القبة ديال الروس. صافي كتجي زوين عرفتي ملي كنحطها بحال هكا وما كاينش اللي ما كياكل تيصوروا عاد كياكلوا فعلا لانه كتعطي منظر كتجي على شكل ورده بهذاك الخص بهذاك الخضره كامله بدوك الوينات ديال الخضره تبارك الله. ايه بغيتي نعطيك واحد الحليوات. ايه واخا تفضلي. الحلوه ديالها شنو الاولى؟ الحلوه ديال الحمراء. هي ديك النخاله. اه كتجي زوين عرفتي بحال فيها القرقاع هاد الحلوه. واخا عندنا رابعه الكوك. رابعه ديال الكوك. ربعة كاوكاو محمر ومطحون. ربعة ديال كاوكاو محمر ومطحون. وستة البيضات. ستة ديال البيضات. جوج خمارات. جوج خمارات ديال الحلوة. وجوج كيسان تاع الزيت وجوج سنيدة. جوج كيسان ديال الزيت وجوج ساشيات جوج كيسان ديال سنيدة. وجوج خمارات ديال الحلوة. أييه. المهم كناخدو ديك الحمراء كناخدو منها جوج زليف. وكنحمرهم شويه. واخا باقا ما قيدناش الحمراء قلنا جوج تقريبا. جوج زلايف. جوج زلايف. كنحمروهم وممكن نحمرهم شويه باش ما هذا راه الخاله درتها كاع خطه ما حمرتهاش جات زوينه. ولكن قلتي لنا من الافضل ناخذوا مثلا زلافه منها ونحمروها ولا كامله. جوج زلايف جوج زلايف المهم الخليط تتجمع لينا. واخا. المهم كنجمعوها كنطربوا داك الزيت. وداك البيض مزيان حتى كيطرب. اييه. وكنزيدوا عليه داك الخليط شويه بشويه كله خميره وكنكوروها. اييه. وكنزندوا بالسكر كلاصي وكنحطها في اللاطه وندخلوها للفران كتجي مشقه وزوينه. يعني قبل ما ندخلوها للفران نخلط نفندوها في السكر في السكر كلاصي ياك؟ السكر كلاصي والمظهر. اييه. تو كتجي مشقه وزوينه ولذيذه. الله يعطيك الصحة. فيها ربعة ديال الكوك وربعة ديال الكاوكاو محمر ومطحون وستة ديال البيضات وجوج خمارات ديال الحلوة وجوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السنيدة وجوج زلايف ديال ديك النخالة ديك الحمراء اللي كنسميوها حنا الحمراء كتكون محمرة شوية وجوج خمارات ديال الحلوة هي ذكرناهم هادو هما المقادير. وقلتي لنا نديروها في المزهر والسكر كلاصي وندخلوها الفران. اه كتجي زوينة. وعندي واحد الحليوة أخرى. أييه تفضلي يا نعيمة. عندنا هذيك رابعة ديال الكوك. الحلوة ديال اش هادي نسميوها؟ هذيك سميتها المهم غير الكوك. الحلوة ديال الكوك واخا باش نميزو واخا. عندنا رابعة الكوك. رابعة ديال الكوك. وربعة الكيسان ديال الزيت. ربعة الكيسان ديال الزيت ياك. وربعة سنيدة. الكيسان صغار ولا كبار؟ ديال العلبة. اها. وربعة البيضات. إيه. وربعة الخمارات قلتهم. مازال. اها. ربعة الخمارات وربعة الزبدة الزبدة ولا ماركان. إيه. وجوج وكاس ديال الكوفيتير. داك الجاري ياك؟ اللي كان. لا اللي. ديال المشمات، المشمات كيجي زوينة، أنا كندير فيها ديال المشمات. واخا. المهم كناخذوا الزبده. واخا الا سمحتي نعيمه انا غادي نعاود هاد المقادير وشوفي لنكونوا ما كاين حتى مشكل. نعيمه انا غادي نعاود موراك هاد المقادير وشوفي لنكونوا نسينا شي حاجه. واخا واخا هانتي هاد الحلوه ديال الكوك قلتي لنا غادي نحتاجوا رابعه ديال الكوك وربعه الكيسان ديال الزيت ربعه الكيسان ديال السنيده ربعه ديال البيضات ربعه ديال الخمارات ديال الحلوه ربعه ديال الزبده النباتيه وكاس ديال الكونفيتور ديال المشمش وجوج باني واحد فاني واحد فاني وحده فاني ياك اي صافي وغادي تجمع غير بالكوك والدقيق هذا من خالد هذيك هي المهمه ياك غادي نستعملوها نقولوا ياك الاولى فيها غير ديك الحمراء ديك النخاله ما فيهاش طحين صافي غادي ندخلوا فيها الطحين على حساب الخليط اييه كناخذوا داك السنيده والزيت والزبده كنطربهم كيوليو بحال الكريمه ميه كنبقاو نحكو فيهم في يدنا بديك القطريه في القطريه تيوليو بحال الكريمه. نزيدو الكوك ونزيدو هذاك سميتو البيض ونزيدو الخمارات والدقيق والكوك. وكنخليوها ما خفيفه ما قاصحه بزاف. وكنصوروها. اييه. نكوروها وندوزها في ندهنو يدنا بالمظهر. ونكوروها وندوزها في السكر كلاصي وندير فوق منها لوزه. اييه. وكندخلوها الفرنسي كتجي لذيذه.
هادو حلوي هادو بجوج مساهلين وبساط وبنص ديال الكوك. انا راه كل شيء هادشي مغربه اللي عطيتو. لا لا عارفه اللي كاين. تبارك الله عليك الخير ليك. تبارك الله عليك. انا نبش شي حاجه لي. بارك الله فيك. وبحال شي وحده شي بحال السيدات شي وحده راه تلاقي غير القهوه. اييه القهوه كافي الوقت تاخذي. اييه كاس ديال الماء طيب وطويضه ديال السكر بحسب الحلاوه ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. ايه المهم كتاخذيهم وكتديرهم في قاعه ديال الكوفيتير تكون خاويه ومغسوله وكتنخدهم كتنخدهم مزيان ملي كتجي تخويها في الكاس كتعطي كشكوشه ونص الله ملي كتربع بحال كتصاوب الشكلاط صافي هذا ملي وصلت المرحله بلا ما يعني الرجاله بغاو يمشيو للقهوه يديروا الصبايه دابا القهوه كشكوش تاب كل شيء ليها كنقول لهم سير انا غنجيب لك القهوه وبالكشكوش انا تيقول لك لا راه هذيك هي ديك البريسه اللي كتعطيها هذه هي دابا ديك الكشكوشه ديال انا بحال غادي جالس القهوه تبارك الله عليك لالا نعيمه والله الا توحشنا توحشناك بزاف وحنا فرحانين اللي سمعنا صوتك على خير الحمد لله. يبارك فيك اختي. تبارك الله عليك. صباحك مبروك ونتمنى ان شاء الله يقبض لك الخد دائما ونتواصلوا. ان شاء الله اختي. الا سمحتي الا سمحتي نعيمه لانه كتجي طلبات كثيره على رقم الهاتف ديالك واش ممكن على انه نعطيه؟ ما كاين حتى مشكل. بارك الله فيك الله يطول عمرك شكرا لك بزاف. بارك الله فيك. شكرا لك. إذن تحياتنا نعيمه من بوسكوره على هذه التلقائيه ديالها وعلى هذه البساطه ديالها هذا الشيء اللي كيعجبنا فيها اكثر.